أبنائنا وبناتنا، ابني وابنك وبنتي وبنتك، إن لم تتعلم مني ومنك الصواب فممن ستتعلم؟ إن لم تتلقى مني القيمة المجتمعية النبيلة أو التقاليد العريقة، أو تتلقى مني القيمة الدينية والحكم الشرعي حينما تسأل أوجهها إلى الحلال والحرام، إن لم تجد ذلك مني ستجده من أين؟ ممن؟ الشباب ربما قللوا في ارتيادهم للمساجد، إذا أين سيستمعون النصيحة؟ حينما يشق وحينما يكون لديهم عقل يفكر يقعون فريسة لمن سيتناولهم من خلال تلك الوسائل الخطيرة التي بأيديهم. يتكلم مع أبيه يجده ربما ينهار أو أرجع الكلام حاضر أتكلم معك في وقت آخر، أو يجيبه بإجابات مقتضبة جدا لا تشفي غلته. ثم حين تجد الحوار والعلاقة قد انقطع بين فترة العلاقة بين الزوج وزوجته بسبب أيضا هذه الآلات التي غرقنا فيها جميعا، فافتقدنا لغة التواصل وافتقدنا لغة الحوار، وأصبحنا كأننا في أسر، رغم أننا في أسرة واحدة نعيش عيشة منعزلة، حتى وجدنا أبناءنا ووجدنا بناتنا وهم يخلدون إلى النوم وهم على سرير النوم، ربما كانوا يصطحبون معهم تليفوناتين تحت الأغطية حتى يعني يطالعونها حتى لا يدركها آباؤهم أو لو لا تلاحظها أمهاتهم. كنا وإحنا شباب وإحنا أطفال في مثل جيلنا، كنا حينما نذهب للنوم مع أخي نجد أن هناك فرصة للحوار ولو 5 دقائق 10 دقائق، هناك لغة للحوار بيني وبين أخي يحكي لي ما حدث له.